مزيان وياك شي نهار تلوم والديك وتقول ما عاونونيش ما وفروش لي الظروف ولا تبقى تقول هذاك الشخص ما اهتمش بيا ولا تسنى شي انسان يجي يطبطب عليك ويقول لك عاود لي ما بيك. الحياه ما تبغيش الانسان يكون ضعيف، الحياه تبغي الانسان يكون قوي وعارف فين غادي، تبغي الانسان يكون كابابل وتخدم على راسه معول على راسه. دير ما في جيتك واش توصل واحد المرحله سميتها البلوغ النفسي. وي كاين واحد البلوغ تختلف على البلوغ العادي اللي تنعرفو سميتو البلوغ النفسي، وهذا البلوغ النفسي هو اللي تيخلي انسان عنده 20 عام تتخذ قرارات مصيريه في حياته، وتيخلي انسان عنده 50 عام ولكن باقي تيعير في الدوله تيسب في الظروف وما قادرش يتمسك بحياته كما بغى. دير ما في جيتك باش توصل للبلوغ النفسي، لان هذا البلوغ النفسي هو اللي غادي يخليك تعرف الحوايج اللي غتضحي بهم، ونهار غادي تعرف الحوايج اللي غتضحي بهم غادي تبدا حياتك. تبارك الله عليك. Thank you.